والمستحيل هو أفراد هذه الثلاثة. يلا اشحال أقرأ أن يسهل عشان الكلام ماشي لا يجدأش. وأما المستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام فأفراد هذه الثلاثة لا خفاء أنه إذا علم ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام علم منه ما يستحيل في حقهم، ولما علم وجوب الصدق في حقهم علم استحالة الكذب عليهم، وهو الإخبار بما لا يطابق ما في نفس الأمر، ولما علم وجوب الأمانة لهم علم منه استحالة الخيانة عليهم، وهو التلبس بمنهي عنه نهي تكريم نهي تحريم أو كراهة. وهو التلبس بمنهي عنه نهي تحريم أو كراهة. ولما علم وجوب التبليغ العام لهم علم منه استحالة عدم التبليغ لشيء مما أمر بتبليغه عمدا أو سهوا، وذلك ظاهر وبالله التوفيق. ولذلك قال بعض أهل العلم إذا لم يكن الإنسان على علم بذلك فليس من شأنه أن يتكلم في النصوص التي يوهم ظاهرها النقائص أو ما لا يليق في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لربما ظن أنه ما ليس بكمال في حقهم يظنه كمالا، أو ربما يؤدي ذلك إلى نفي بعض الواجبات عنهم أو إثبات ما هو مستحيل. إذن فالذي يعلم هذه الأمور لا ينبغي له أن يتكلم في قصصهم أو في سيرتهم. الواحد يتكلم عن سير أو قصص الأنبياء فلازم يكون على علم ودراية بهذه الأمور، لأنه لو لم يكن على علم حيظن أنه ما ليس بواجب واجب، يعني يجعل المستحيل واجبا والعكس، أو ينفي عنهم بعض الواجبات، أو يظن أن بعض الأشياء كمالات فيثبتها وهي نقائص، أو العكس. يعني في بعض الناس يظن أنه يعني لإثبات بشريتهم لازم يعني يصفهم بارتكاب الذنوب فقط لإثبات أنهم بشر أو من النوع الإنساني. إذا معرفة هذه الأمور دقيقة ومهمة، خاصة لمن يتصدى لدراسة سيرهم وقصصهم وأحوالهم حتى يضع الأمور في نصابها، فلا ينفي عنهم واجبا ولا يصفهم بمستحيل ولا يجعل ما هو جائز مستحيل أو واجب. تفضل. وأما الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام، لذلك الخطورة هنا في الجائز، أما الواجب خلاص حفظناه، ويجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ خلاص عرفنا، والمستحيل هو الضبط. بقي الكلام في الجائز، وهنا يأتي لي المزلق أو يأتي الخبر. نعم. ما هي من ضمنها وحد أخرجها يا سيدي، ذكر ثلاثة لأن هي التي تقع تحت الاختيار، أما الفطانة أمر جبلي لا يتصور أنهم على غير فطانة أو على غير ذكاء، لا يتصور فيهم البلادة أو الغباء، لكن هذا ليسوا مكلفين به، لكنهم مكلفون بالصدق ومكلفون بالتبليغ. التبليغ بالنسبة لهم تكليف، إن هذا ما يقع في دائرة التكليف بالنسبة لهم. أما الفطانة هل يكلفون بها؟
وأما الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام فالأعراض البشرية التي لا تنافي علو نسبتهم كالمرض ونحوه. إذا الجائز يعني الذي لا يمنع أو لا يقول العقل بوجوبه ولا باستحالته، يعني معناها يتصور في حقهم فعله أو ارتكابه أو التلبس بهذا الجائز أو تركه، أو معنى كلمة إيه؟ جائز. يقول لك فالأعراض البشرية التي لا تنافي علو رتبتهم كالمرض ونحوه، فالمرض لا ينافي علو رتبتهم ولا ينافي مكانتهم، الموت المرض ونحوه، النوم مثلا، هل هذا ينافي علو المنزلة أو المكان اللائق بهم؟ فالأعراض البشرية التي لا تنافي علو رتبتهم كالمرض ونحوه بدليل مشاهدة ذلك فيهم وفي اتصافهم بها فوائد لا تخفى. يعني في اتصافهم بها، الضمير يرجع إلى إيه؟ إلى الأعراض البشرية، في ذلك فوائد كثيرة لا نستطيع حصرها. ده أعظم أو أكبر فائدة في أنهم عليهم الصلاة والسلام بشر، وقوع الاختبار بهم، لأن الابتلاء والاختبار يكون من الجنس الواحد بعضه لبعض. لو كانوا ملائكة أو لو كانوا جنا لما وقع الاختبار بهم. وأما الجائز في حقهم فالأعراض البشرية، ده خبر مراده بنحو المرض الجوع والفقر. أقول لك المرض ونحوه، نحو المرض الجوع والفقر من الأعراض. الفقر هنا يعني اللي هو إيه؟ يتعلق بالدنيا قلة ذات اليد، وليس الفقر اللي هو بمعنى الايه؟ الفقر القلبي او الاحتياج الى ما سوى الله سبحانه وتعالى. مراده بنحو المرض الجوع والفقر من الاعراض الدنيويه مع الغنى عنها بالله تعالى. يعني خد بالك من هذا القيد، يعني ممكن كده تقول انه صلى الله عليه وسلم ليس فقيرا لانه اغنى الناس بربه، وممكن تثبت الفقر من حيث انه لم يكن يملك من ايه؟ من متاع الدنيا او الا ايه؟ الا القليل. والاكل والشرب والنكاح، يعني كيف يكون فقيرا بالمعنى الذي نفهمه مع انه راودته الجبال، وراودته كما يقول الإمام البصيري وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكد زهده في الدنيا ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على الأصل. إذن هو صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا بالمعنى الذي نعرفه. والأكل والشرب والنكاح والنسيان بعد التبليغ أو فيما لم يؤمر بتبليغه. والأكل يعني معناه إيه؟ يجوز في حقه الأكل والشرب، بس إيه؟ الأكل والشرب الحلال، يعني يشرب ماء، يشرب المشروبات التي أحلها الله تعالى، إنما شرب الخمر مثلا ده إيه؟ هذا لا يجوز. كلمة الأكل والشرب بشرط إيه؟ أن يكون من الحلال. والأكل والشرب والنكاح والنسيان برضو، والنكاح يعني ما ينفعش نكاح المحارم أو نكاح مثلا المرأة في الحيض، يعني النكاح برضو بحسب الضوابط والشروط الشرعية. والنسيان بعد التبليغ أو فيما لم يؤمروا بتبليغه، إنما في بعد كده اللي منع مثلا نكاح الأمة، إنه قال في شرطين
ذلك لمن خشي العنت. طبعا هذا منتف عنه صلى الله عليه وسلم. وبعدين فمن لم يستطع منكم طولا، يعني مشروب بايه؟ بهذين الشرطين، واحد منتفي بالايه؟ بالعصمة، والثاني ايه؟ منتفي عنه صلى الله عليه وسلم. لسه حياتي الكلام. والنسيان بعد التبليغ او فيما لم يؤمر بتبليغ، يعني لا يجوز ان ينسى شيئا مما امر بتبليغه، ولكنه يجوز ان ينسى في غير التبليغ في الامور العادية. معصومون فيه فيما امروا بتبليغه، لا ينسى شيئا من الوحي، اما قد ينسى شيء في غير ذلك، كما انه صلى الله عليه وسلم نسي في صلاة من الصلوات، صلاة رباعية، سلم على الحديث في الصحيح. يعني اذا النسيان جائز ووقع منه، وبقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى الا ولقد عهدنا الى ادم فنسي. اثبت القران الكريم النسيان في حق الانبياء، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تقولن لشيء لا واذكر ربك اذا نسيت، اللي معناه يثبت الايه؟ النسيان. والنوم إلا أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ولا شك أن والنوم يعني يجوز في حقه النوم، مش كده؟ إلا أنه الفرق بين أن البشر أنت تنام كده وينام قلبك وينام جسمك وعقلك، إنما هو تنام أعينهم ولا ولا تنام. أما ممكن واحد يقول إنه في حدث واقع موجودة تقريبا في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى طلعت الشمس، يعني وكمان لام مين؟ سيدنا بلال لما لم يوقظه لصلاة الصبح، قال أخذ بي ما أخذ بك يا رسول الله. يعني اللي حصل معك حصل إيه معك. فهنا هيقول لك كيف أنت بتقول تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم؟ طب النوم عن الصلاة ده نوم قلب ولا نوم عين؟ ده واحد نام لحد ما فات وقت الصلاة، كيف يقال قلبه؟ ولو كان القلب في حالة يقظة مش هينسى وقت الصلاة، مش هيعد عليه. فالجواب عن ذلك أن المأمور بمراعاة الوقت العين لا القلب، فالوقت يدرك بالعين ولا يدرك بالقلب. يعني عاوز أقول لك وهم نائمون ليسوا في غفلة عن الله تعالى، لأن قلوبهم في يقظة تامة، إنما كون الوقت عدى وهو ما خدش لباله هذا ليس متعلقا بغفلة القلب، ولكنه بغفلة العين. ولا تنام قلوبهم ولا شك أنه قد شوهد جميع ذلك فيهم، يعني كونوا نسي أو نام عن الصلاة هذا لا يخالف ليه؟ أن قلوبهم عليهم الصلاة والسلام لا تنام، بل ممكن ينشغل أو يحدث شيء ينشغل بطاعة عن طاعة أخرى، وهذا لا ينافي أيضا. يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو السهو النوم من كل قلب غافل الله، كيف يقع السهو منه مع انك انت السهو ده معناه انت فكرت في شؤون الدنيا، في المال، في البنين، في البنات. يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله، سهى عما سوى الله، فالتعظيم لله يعني استغرق في احوال الاخره او في مشاهده الملكوت فشغل بطاعه عن طاعه، وهذا يحدث. وقوله وفي اتصافهم بها فوائد لا تخفى، يعني وفي اتصافهم بها يعني بالاعراض البشريه فوائد لا تخفى.
يعني ليس نزول هذه الأعراض بها بهم كنزول ليس نزول هذه الأعراض بهم كنزولها بغيرهم في إمكان عدم اقترانها بالفوائد الإيه العرفانية التي تصيرها قربا وعبادات. بسم الله ما شاء الله. يعني نزول الأعراض البشرية بهم المرض ونحو ذلك والجوع كونها تقع لغيرهم، لكن بالنسبة لغيرهم لا تقترن بفوائد، ما تخليهاش يعني في بمثابة القربات والعبادات، بل لا تنزل بهم إلا عارية عن حظ النفس ودواعي الهوى، محفوظة بالفوائد العرفانية والقرب الشريفة النورانية. يعني نزول هذه الأعراض بهم تكون بمثابة القربات والعبادات بالنسبة لهم لا بالنسبة لغيرهم. كتعبدهم لله تعالى في عرض الأكل والشرب بما ندب إليه من آدابهما. يعني مثلا في أكلهم وشربهم يصير الأكل والشرب بالنسبة لهم عبادة بما ندب إليه من آدابهما، يعني من آداب الأكل والشرب، في مندوبات، في سنن، في مستحبات، كل بيمينك، سم الله، يأكل قليل، هذا يبقى معناه هذا بيعمل ايه؟ ده بيشرع عبادة مش أكل وشرب عادي. والصبر والرضا عن الله تعالى عند فقدهما، يعني لما تيجي نعمة الأكل والشرب يشكر الله تعالى، شكر الله عبادة، ويعلم الأمة آداب ومستحبات، ثم يصبر ويرضى عن الله عند فقدهما. كان يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع. إذا ده من ضمن الفوائد في الأكل والشرب بل وفي فقدهما، لكن ده بالنسبة هذا بالنسبة لهم وليس بالنسبة ليه لغيرهم. وأشبع يوما فأشكر، يعني خذوا فائدتين الصبر والشكر. أنت هتاخد إيه لما تجوع يوم والجوع الثاني؟ هتاخد الجزع والسخط والكذب والاعتراض على الله تعالى، وش معنى فلان وهكذا. وإيثار ذوي الطاقة مع شدة الاحتياج إليهما. كان واحد مرة واحد ما ابنه مات، وكان واحد جار عنده 13 ولد، وهو ماشي في الجنازة يقول يا رب عنده 13، يعني كأنه قال ايه حدث خطأ وخذوا ايه، كانوا عاوزين ياخذوا واحد من اولاد الجار فخذوا ده مكان، هو عنده ولد واحد مات والثاني عنده 13، فبيعترض على الله تعالى في ايه في حكمه. وإيثار ذوي الطاقة مع شدة الاحتياج إليه. يعني الصبر والرضا عن الله تعالى عند فقدهما، عند فقد الطعام والشراب. جوع يوما أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر الشهر والشهر شهران ولا يؤخذ في بيته نار. الصبر والإيه والرضا عن الله عند فقدهما. وإيثار ذوي الفاقة مع شدة الاحتياج إليهما، ده بل لما بعد الصبر الطويل ده وتأتي هذه الأمور يؤثرون بها غيرهم ويؤثرون على أنفسهم، إذا كان ده في صفات أتباع الرسل فكيف بهم عليهم الصلاة والسلام. وإيثار ذوي الفاقة مع شدة الاحتياج إليه، شوف مش الإيثار، احنا ممكن بعض الناس عندنا يقول يعمل عملية الإيثار دي يعني يؤثر، لكنه لا يؤثر وهو ايه في خصاصة، خد بالك من دي فضيلة صعبة وكبيرة جدا. لم يقل يؤثرون على أنفسهم، انت آثرتني بهذا المال او بهذا الطعام على نفسك، لكن هتروح تاكل تاني غيره او عندك، انما تاكل ولو كان بهم خصاصة، بخلاف الإيثار وما فيش عملية ليه الخصاصة. شوفون مع شدة الاحتياج إليهما
وتشريع جميع ذلك للمؤمنين. في فائدتان اعظم من حتة الايثار والصبر والرضا، انه ان فعلهم عليهم ده تشريع، لان المؤمنين بهم يقتدون بذلك، وتشريع جميع ذلك للمؤمنين بهم والتابعين لهم. وكذا حكم مرضهم وجوعهم مع زيادة حصول التسلي عن الدنيا للأمة وتنبيه، يعني لما يمرض أو يجوع أو يتعرض للإذاء أو التعذيب أو القتل أو البلاء، ده هيحصل التسلي عن الدنيا للأمة، يعني لما ينظر إلى أكرم الناس وأفضلهم عند الله تبارك وتعالى حدثت له هذه المصائب وهذه الفجائع العظيمة وابتلوا بالأمراض وبمحاربة الأعداء، يبقى حتهون الدنيا على إيه؟ على أصحابهم وعلى أتباعهم. يعني تعالى مثلا اذهب الى المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة والسلام، فين المكان، اين القصور الفارهة التي كان يسكن فيها سيدنا؟ ده كان حجرات صغيرة كده مبنية بالطوب اللبن وبالجريد النخل، كانت محيطة بمساحتها 10×10، يعني كلها على بعض الحجرات ما تزيدش على ايه، على 100 ذراع مثلا، 10 أذرع، يعني الحجرة صغيرة ادوبك ما فيهاش يعني اوضة نوم وفيها انترية وفيها كلام الفاضي، حجرة صغيرة حصير ولا حتى دولاب ولا الكلام ده. ولذلك لما حدث التوسع على المسجد النبوي وضمت الحجرات خدمت، كان الحسن البصري بيقول كنت انا شاب ادخل فامسك السقف بيدي، يعني مش معناها فارغه في العلوم، مع ذلك بكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا لما هدمت الحجرات، وقالوا يا ليتها تركت على حالها زي ما هي بنفس البناء وبنفس الصفه، حتى يرى أهل المشارق والمغارب هذا المكان الذي ارتضاه الله تعالى مسكنا لنبيه، بينما الملوك والسلاطين والأمراء والناس المسوش ولا حاجة ساكنين فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق كيف كان يسكن؟ شوف المكان المتواضع الذي كان يقيم فيه، والجماعة الصم والبكم الذين لا يعقلون يجوا يقول إيه يا محمد اخرج الينا، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، يعني المفروض يتادب لحد ما انت تخرج اليه. فالحجرات دي هدمت ولا وجود لها الان، ولكن الله تعالى خلد ذكرها في القران، سوره كامله اسمها سوره الايه؟ حتى اذا نسي الناس من الواقع والبناء اللي هو له ظهور على الارض، ولكنها موجوده ليه في الكتاب الخالد الباقي، كل ما نقراها يعني لو كانت موجوده كده بالبنيان ومش مذكوره في القران ايهما افضل؟ ذكرها في القران، لانها موجوده فيه في قلوبهم وفي عقولهم، وصفتها اتكلموا عنها الصحابه رضي الله عنهم وبينوا للناس كيف كانت ابواب هذه الحجرات، وهل كانت مفتوحه على بعضها، فين كانت حجره، وكل هذه الحجرات اللي هي في المكان اللي في مين حضر، هي كان حجره تسع حجرات، النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، كل واحدة كانت لها حجرة، وكانت هذه الحجرات بابها فين؟ على المسجد مباشرة، كانت بابها على ايه؟ على جهة المسجد. الله هو تنبيههم لقصة قدرها عند الله تعالى. يعني اذا حكم مرضهم وجوعهم مع زيادة حصول التسلي عن الدنيا للأمة، وتنبيههم لخسة قدرها عند الله، يعني أقول لك الدنيا دي ما تسواش ولا حاجة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح، يعني معناها حتى جناح البعوضة
أعظم شأنا من هذه الدنيا. فلو كانت الدنيا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة ما ساق الكافر جرعة ما، فلاش قيمة خالص تزعل على هذه وتحزن لي عليها إذا ضاعت منك، ملاش أي قيمة. وما سميت الدنيا إلا لدناءتها وحقارتها، فما تزعلش على أي شيء من الدنيا، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لجزة قدرها عند الله تعالى، إذ لو كان لها موقع عند الله تعالى لأعطاها لهؤلاء السادات الكرام الذين هم أشرف الخلق عنده تبارك وتعالى. هل أنت تتصور أن الملوك والسلاطين وعائل فلان وعلان أعظم عند الله من الأنبياء؟ لو تصورت ذلك فأنت مجنون حقا. ومع ذلك ما أعطى الله تعالى للأنبياء والرسل هذه الأماكن، ليه؟ زائلة وفانية. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ولحرصوا عليهم الصلاة والسلام على جمعها والتمتع بها أكثر من غيرهم. يعني لو كانت حاجة نفيسة وحاجة لها قيمة كانوا حريصين على إيه؟ على جمع المال. عارف الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم هل وصفه الله بالحرص؟ ما وصفوش بالحرص إلا في آية واحدة، حريص إيه؟ عليكم. مش لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص إيه؟ عليكم بالمؤمنين رؤوف. فحرصه كان على إيه؟ مش على حاجة، على إن تحرص على هداهم. السؤال الفقر، هل هاتلي كده آية أخرى وصف الله تعالى فيها نبيه بالحرص بأنه حريص؟ أبدا ولا. وحتى لما جاء وصفه بأنه حريص اتضح الحرص على نحن، على مصلحتنا احنا، مش حريص عليكم، مش كده؟ صدق في قول الشاعر: الله زاد النبي محمدا تعظيم وحباه فضلا من لدنه عظيم، الله يجزي من يصلي عليه مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما رأيناه نافرين عن شمولها منفرين عنها في غاية علمنا أنه لا خير في قبولها وأن الزهد فيها هو الحق الكامل. مرة واحد كان من ضمن المشايخ كان يقول حاجات عجيبة، كان يقول شوف في كلمات تجد في اللغة العربية مشتركة في أصل المادة واحدة، ولكن يعني مثلا كلمة إيه؟ دين، وكلمة دين، وكلمة دنيا، ثلاثة في إيه؟ مشتقاتهم مكتوبة، لكن الدال في كلمة الدين مكسورة، وفي الدين مفتوحة، وفي الدنيا مضمومة. قال لأنه الدين ده ناسب كسر الدال أنه مبنين على الخضوع والانكسار، زي ما ينفعش الفكرة. أما في الدين فتحت لاستعلاء الإيه؟ الدائم على المدين. هات فن العمل. إذا تأخرت إيه؟ استعلى عليك ويقهرك. اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ غلب الدين وقهر الإيه؟ يقهرك. فناسب أن تفتح ليه الدال. أما الدنيا لافتنائها على الشدائد والمصائب والأحزان، وإن فرحتك ساعة تنكي لك دهر، أوعى تفرح، لأن الفرح مش هيدوم. فلما تفرح قوي هتبقى لما تيجي لا قدر الله شيء هتضيع مرة واحدة، إنما لما تكون بالتدريج. فالابتنائها على الأهوال والشدائد ناسب ليه الضمة، لأن الضمة معناه إيه؟ الشدة، قوة. الضم فيه إيه؟ فيه قوة. واضح؟ فالدنيا كلها أهوال ومصائب، لكن لما ترى أو تقرأ في سير الأنبياء أنهم تعرضوا لحاجات أنت ومن اللي بيحصل لك ده ولا حاجة من اللي تعرض له الأنبياء والمسلمين، هتعمل إيه؟ تستحي من نفسك، زعلان عشان مش لاقي وظيفة، عشان المرتب مش عارف ايه، عشان المواصلات زحمة. يا اخي استحي، شوف الذي حدث بالنسبة للانبياء والرسل عليهم من محن وشدائد، ومع ذلك لم يفتنوا.
وانت عندك نعم كثيرة جدا وعندك وأن الزهد فيها هو الحق الجامع لكل خير، ولا يخفى على العاقل استنباط الفوائد الكثيرة من أحوالهم عليه. يعني وأن الزهد فيها في الدنيا هو الحق الجامع لكل خير، فالزهاد هم أعبد الناس، جمعوا الخير كله، والله تعالى جمع الزهد كله في آية واحدة لسه ذكرناها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الزهد ده مش حاجة، يعني بعض الناس يظن ان الزهد ده فضيلة كده وحاجة، يعني لكن ده عارف انت اكثر من ربع ايات القرآن تحث على الايه؟ على الزهد في الدنيا. قل متاع الدنيا قليل وفرحوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إن الذين لا يعلموا أنما الحياة. ربع آيات القرآن كلها بتزهدك فين؟ فكيف لا تكون للزهد أهمية عظيمة كبرى؟ ومن الذي تحقق بهذا المقام في أعلى الذروة؟ منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا جمعوا من الدنيا شيء، بل لم يورثوا شيء، لا دراهم ولا دنانير ولا تركوا قصور ولا عرض من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو في مرض الوفاة كان في بيته كم 7 دراهم، كل ما تحدث له إفاقة من المرض يسأل هل تصدقت بهذه الدراهم؟ طبعا ينشغل به بمرضه ينسوا، تحصل له إفاقة يسأل هل تصدقتم 3 مرات، فقال وما ظن محمد أن يلقى ربه وفي بيته هذه الدراهم تصدقوا بها. ليه؟ الأنبياء لا يتركون شيئا، لا يورثون درهما ولا إيه ولا دينار، لا الميراث ولا العلم. ولا يخفى على العاقل استنباط الفوائد الكثيرة من أحوالهم عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قد عصمهم واعتنى بكمال هدايتهم وجعلهم قدوة للخلق في أقوالهم وأفعالهم وسكونهم. ولذلك ما حدش ينفع قدوة غيرهم، هتقتدي بمين؟ ينفع القدوة بالملوك؟ ده أظلم الناس على وجه الأرض، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ينفع تقتدي بمين مثلا؟ بالثوار؟ لا. ينفع مفيش قدوة ليك إلا في مين؟ في الأنبياء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما ينفعش نقتدي بالفلاسفة ولا بالحكماء ولا بسقراط ولا الأفلاطون ولا إلا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهي كلها واقعة على جعلهم قدوة للخلق في أقوالهم وأفعالهم وسكونهم، إلا فيما كان لهم من باب الخصوصية، ده ممنوع. فهي كلها واقعة على أكمل الصفات وأشرف المقاصد وأعلى السنان. يعني أقوالهم وأفعالهم وسكناتهم وخبراتهم كلها واقعة على أكمل الصفات وأشرف المقاصد وأعلى السمات. وأعلى السمات وكل ما استنبط العلماء من فوائد أقوالهم وأفعالهم وألفوا وأكثروا مختصر من بحر. وكل ما استنبط العلماء، يعني ما استنبطه العلماء من فوائد أقوالهم، يعني الفوائد التي أخذوها من أقوالهم، لأن أقوالهم هي جوامع الكلم وأفعالهم، وألفوا وأكثروا نقطة من بحر لا ساحل له. يعني لو ألف العلماء إلى يوم القيامة مش هياخدوا شيء من واسع يعني مآثرهم وفوائدهم. نسأل الله تعالى أن يزيدهم شرفا إلى ما لا نهاية له، يعني الشرف مفتوح بدون حدود، يعني وأن يدخل جميعنا
بلا محنة في شفاعة سيد الخلق وأكرمهم على الله تعالى. آمين. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله. فقولنا الأعراب، هنقف عند ليه الأعراب. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اغفر لما تحب وترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا اليك سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقض حاجاتنا واستجب بفضلك دعواتنا وبلغنا مما يرضيك امالنا وحقق فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.